رسالة فحواها الدعم المعنوي والإسناد النفسي الذي يعتبر أحد أهم عناصر مواجهة مرض كوفيد 19 يقدمها لنا أحد رموز الكرة الكويتية اللاعب أسامة حسين. فبعد إصابة المرض ها هو يأتي لنا بمعنويات مرتفعة ينصح من سلم ومن أصيب بالابتسام الدائم بالتفاؤل الحذر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحب أشكر كل من سأل عني سواء باتصال أو مسج، والعذر والسموح حق اللي ما قدر. أمانة الحمد لله أنا اليوم صحتي بخير ومعنوياتي عالية، وأحب أقول حق اللي فيهم هذا المرض أهم شيء تكون معنوياتك عالية. المرض ترى يعني مو خطر، المرض يبيله بس شوية مجابل، يبيله فيتامينات، يبيله عناية، يبيله قاعدة بالبيت. يعني أتمنى من اللي فيهم هذا المرض أن تكون معنوياتهم عالية، هذا أهم شيء. وإن شاء الله الله يشفي كل مريض، والله يفك عوق كل مريض. وهذا المرض يعني نصيحتي للإخوان اللي ما حاش المرض، لا تخالطون أحد، ابتعدوا عن التجمعات، وإن شاء الله ما فيكم إلا العافية. مشكورين. ما تشوف شر كابتن أسامة حسين نجم النادي العربي ومنتخب الوطن السابق، نتمنى لك السلامة والشفاء العاجل لك ولجميع المصابين، حفظ الله الكويت والشعب من كل مكروه.